وقت نكون ضمن مجموعة، إذا في شخص واحد سوسي بقلب المجموعة، هو الشخص يشيل حاله يكب حاله برا، بتضل المجموعة ماشي حالها، لأنه أوقات السوسي، لأنه التفاحة المهرية تهري صندوقها كلها. هيدي حطوها هيدا. هلا على أساس عنا روبا الفرند هلا، وشو الأخبار وآخر الأخبار وأخبار غريبة عن العالم، بس ما في روبا، رح ننطرها. كثير اتاخر عليك، صباح الخير. هلا شو اختي ابطيه جد انه اللي بتاخر صحته منيحه وكذا، يعني عم جيب لك معلومات هيك على الفاضي. خلص مزبوط، نحن مرت الماضي قلنا انه التاخير مفيد للصحه نص ساعه، صح؟ صحيح. هلا جبت لك شيء جديد كمان. صباح الخير اول شيء لك، صباح الخير. شو الجديد؟ بس انه نص ساعه خلص. بس انت ما نص دقيقه. لا ما نحن بالعاده بنطلع خلص بيناتنا هلا ماشي الحال. جبت لك اليوم دراسه جديده، في ظرف خاص انا اليوم لتاخرت. شو تاخرنا هيك ربع ساعه؟ رح اقول لك شو هي. في ظرف صحي بيقول في عمل وقت، عن جد هلا خبراء طبيين قالوا انه اذا بتتاخر عن الشغل بشكل مزمن فهذا منه وقاحه، هيدي تعتبر اضطراب، خليني اقول لك اياها، نقص الانتباه او ADHD. اوكي، هايبر اكتيف. صح، هيدي بتتاخر عن الوقت. رح اقول لك يعني هيدا مرض. ففي بنت طلعت على تيك توك، انتشر مقطع صار فايرل على تيك توك، بتقول انه هي كانت بميتينج وخبرتهم انه عندي اضطراب. ده. فما اخذوها على محمل الشات، خلينا نحضر هيدا الفيديو. يلا. Asking a very reasonable question. So I'm applying to go somewhere and I just wanted to know, are there accommodations for people who struggle with time blindness and being on time, you know? And then the person I was with interrupted and acted like I was asking something else. And then when we were done, they actually started yelling at me and saying that accommodations for time blindness doesn't exist. And if you struggle with being on time, you'll never be able to get a job, you know, provided you're trying your absolute best to be there. And then they're like, your stupid generation wants to destroy the workplace. And yeah, I think that a culture where workers are just cut off because they struggle with being on time, when there's other solutions that we can look to, I think that just anybody who thinks it's okay to just treat people like that, yeah, that culture needs to be dismantled. And then I asked that person, how can you feel good about yourself upholding this kind of system? And then to think, I'm entitled. No, if people think it's okay to treat others like this, that's entitlement. أكيد ضروري وأهم شيء بالبداية كل إنسان منا يكون عنده الثقافة بالاضطرابات النفسية ليعرف عن جد، ليعرف يتعامل مع الناس. عندها هيدي الكيس فينا نتعامل معها، هالكيس فيها تطلع منها أكثر ما ممكن يطلع وتكون نابغة. عندها اضطراب، كلنا عنا اضطرابات. جوزيف، إذا الدكاترة عم بيقولوا إنه مبدأ الوقت وأهمية الوقت وتقديره عند الناس اللي عندهم ADHD بتختلف عند الناس الطبيعية، فإنه لازم تفهمونا، صح؟ أكيد. أنت ADHD؟ لا مش كتير ملتزمة يعني بالوقت، يعني مش كتير ملتزمة، بس ممكن تكون شوي. بس انت هايبر عمل وقت عندي شوي، انت اسم الله عليك عطول اكتف يعني هايبر هايبر. انت ملتزم ايه دقيق كتير على الوقت؟ انا ملتزم ايه يعني بضطر برنامج على الهواء يعني ايه، بس لاوعى الصبح هون المشكله. الله يخلي لنا مايا، نبي مايا. مايا ليه ما دقيتي اليوم؟ انا حذرت بدي اتاخر شوي. طيب ننتقل لخبر جديد. خاتم، بتعرف انه الخاتم حجمه بياثر له علاقه بالطلاق؟ ايوه. هيدا الخبر رح تعتبرني دائما انه انا منحازه للشباب، بس هو عن جد لا، يعني عم تساقي بهول الدراسات الجديده انه بتقول انه حسب الحجم، اذا كان هيدا الحجم الخاتم كبير، نسبه الطلاق واحتماليه الطلاق بتكون كبيره. ايوه. هيدا الخبر يعني مش لكل الشباب اللي معهم مصاري. اوه مرتاح. ايه يعني حجم الطلاق عن جد سبق الفضل روبا، سبق الفضل. فبيقولوا اللي معهم مصاري، نحن عم نحكي عنه، كان معنا مصاري اخذوهم بالدولة. عندك وقت لخبرك القصة كلها ولا ما عندك وقت؟ ما عندنا شيء، عندنا شيء مايا؟ لا ما عندنا شيء، بخبرك بلش من مين بلش يسرق، لوين بلش يسرق، وبعدهم عم يسرقوا. فهيدي حفظناها، بدك هن يفهموها. لا مش حفظناها، رح نضلنا نقولها ورح نضلنا نقولها ورح نضلنا نقولها على راسكم. صحيح. فهيدا الخاتم بيقول بحسب الدراسة يلي انعملت بأمريكا وبخاصة بجامعة إيموروي، بتقول إنه الخاتم والعرس كل ما كبروا كل ما زادت احتمالية الطلاق بنسبة 1.6%، يعني على عكس يلي بنقال انه كل ما كان العرس كبير كل ما الواحد بيكون مبسوط كله رح يجيب رفيع. هلا ماشي استرجوا اولاد من بعد هالخبر.
فخليني اقول لك الختم اللي بيهديها اياه ولا مزبوط ختم الخطبه. فالدراسه انعملت على 3000 شخص بعد ما شافوا انه متوسط تكلفه الاعراس هو 30,000 دولار، والسبب الاساسي للطلاق كان هو الضغط المالي على العرسان بعد الزواج. بتعرفي شغلي انا بقول انه بكون عم بيلهي بقصه مكبر للخاتم وحقه غالي وكذا مشان يغطي على غير سيئات اولاد. وقت يكون في خاتم رفيع وصغير بيكون في الحب طاغي، يعني ما فرقاني معي اذا في المصته كبيره ولا ذهباته كتار ولا انت بدك توفر على جيبتك يا جوزيف. وقال انا جاي تقولي لي ما خلص مش مزبوطة. مش حال عندي 3 اولاد وكبروا نحن يعني بنستاهل كل شيء نحن جوزيف. طبعا 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 رجعي عيدي لنا المشهد اللي بالاول بلشت فيه. لازم نشوف بيقولوا بكل عرس فيه قرص والقرص بعد الزواج. خبر ثالث عن التجميل البوتوكس والتصفيف الشعر والحلاقه وهو حذر لمين؟ مش لإلي ولا لإلك، للخروف. للخروف والخروف بسوريا يعني مش بعيدة هون دولة الشقيقة. فعم بيعملوا له بوتوكس للخروف لحتى يكون سعره أغلى ولا ينباع بسعر أغلى. بلكي مشان يبين أكبر يعني. أنت بتعرف في هيدي السلالة الجديدة السلالة المعروفة اللي هو الحراكة، هذا أغلى خروف وكتير نادر، فلحتى يكون كوبي بيست عنه لأنه هو نادر عم بيعملوا عم بيقلدوه عم بيزوروا لهذا الخروف هيدي السلالة. طب فرجينا وفي في واحد عم شوف شكله. هو هن الحراكة فينا نقول هو كتير يعني سعره أرقام خيالية لأنه كتير نادر. فتغيير شامل عم بيصير قبل وبعد. شو عم بيعملوا؟ عم بيقصوا شعره وصبغة وكمان بوتوكس عم بيعملوا له إبر بوتوكس تحت جلد الأنف ليصير أنف مثل أنف خروف الحراكة. وبحسب التقارير السورية بتقول إنه مربي المواشي ما بيقدروا أبدا يكتشفوا التزوير، ما بيقدروا يعرفوا إذا فيك أو حقيقي. وليش هو أغلى من غيره؟ لأنه نادر الوجود. مظبوط. كتير نادر. هم لحماته. نشوف أصلا هيك نوع من الخواريف يعني. بس الواحد ما بيربي خروف واحد بيتبع انه سلالة 100% بس انه بيقولوا عنه انه كتير نادر فلهيك عم بيزوروه. يعني حرزاني تحطوا عليه 300-400 دولار بوتوكس. ايوه عن جد. لا هلا بسوريا ارخص من عنا. كمان ممكن حسب اذا عم يجيبوا صيني ولا بس اذا بتلاحظ ما وقفت على الخواريف كتير حيوانات عم بينعمل لهم بوتوكس بالعمليات يعني وقت يكون في مسابقات تجميل. عم بيعملوا لهم كمان بوتوكس بس اكيد حذروا من الاطباء انه هذا الشيء مش منيح لانه ممكن ينصابوا بالشلل او بالعمل يعني. هيدي بعدها هيني قدام الظاهره الغريبه اللي ما بعرف اذا حكيت لك عنها اللي هي الكلاب البشرية. صار في بيوروب ما يقارب 200,000 كلب بشري، ببريطانيا 50,000 كلب بشري. كومبيتيشنز للناس ولأحسن تياب وأحسن كذا. الإنسان ممكن يتراوح معاشه بين 5,000 و200,000 دولار بالشهر لعائلة تتبنيك كلب بشري يخدمها بالبيت وبتمشي معه على الطريق كلب ولابس تياب كلب مع الجرس اللي كل ما نهز بعوي كل ما هز. مزبوط. كان لازم يعني جيب لك هالصور اليوم قريته على فكرة. يعني هيدا الشيء للأسف هيدي إلغاء لسلالة البشرية أجمعين إذا وصلنا لهون يعني للأسف. بما انه عم نحكي عن مستحضرات التجميل بدي احكي كمان انه صار في ميك اب للعرسان للشباب بس. أيوة. للرجال من زمان. ونحن بنعرف انه شيء طبيعي. اكزاكتلي. نحن الزملاء بنحط ميك اب باودر كرمال تعرف انت لاسباب تقنيه وفنيه. صح. يعني انت الكاميرا بحاجه انك تحط شوي باودر. بس اذا عم نحكي حمره بس انه تحط كونتورينج خلينا نحضر الفيديو بنجمع. أيوة عليه الكونتورينج. يلا كيف نطلع تحت الكونتورينج؟ غش العروس ونرتبه فوله وعلى حسب الوصول ونجهزه إلها. البداية نوزع كريم الأساس على البشرة مثل ما جاي تشوفون وقدامكم. بعدين ندمج ويا كونسيلر حسب نوع البشرة مالته. ونجيب البيوت بلندر ومثل ما جاي تشوفون نطبطب على البشرة مالته وندرج الكونسيلر ويا كريم الأساس. بعدين نجيب الحمرة السحرية ونحط الشفايف مالته على مود يطلعن بمنظر كلش حلو. وبعدين نجيب قلم الحاجب ونرسم حواجبه رسمة كلش حلوة. نضيف مسكارة بسيطة للرموشة وبعدين نشسور له وراح نشوف. اعطيلي ورد يا انا حبايب قلب عنواني بغداد البلديات شارع المصرف اول ما تدخل الخدمي سنتر ابو الجود وطون رايكم. اعطيلي ورد. اعطيلي ورد يا انا بدي اجرب عجبك الكونتورينج. الكونتورينج وهيدا الزيح الكونتور للشيء كونتور. هي كونتورينج وهي كونتور يعني نفس الاسم يعني. مزبوط اللي كنت عم اقول لك انت عبالك تجرب حبيت حسيت شوف كيف مش غلط بلكي بتصير بعتمد على الميك اب ارتست. ديانا شطوره. ديانا بعتمد كثير شطوره بس جوزيف عن جد هلا نحن شيل المزح على جنب بس انه عن جد عم بيعملوا هلا كثير للعرسان. ما بعرف انه اذا هيدي ظاهره طبيعيه او لازم نتقبلها انه صارت موضه بس انه نهال قليل بيتقبلوه خاصه المجتمعات الشرقيه يمكن مصوره وحتى برا ما فرقاني معهم للبنت وللشاب. بس اذا شفت هيدا الفيديو
انه بالدول العربيه مش انه عم نحكي اجنبيه عرفت للكاميرا ممكن بس الحياه بتنحط بخانه الحريه الشخصيه بس انه هيك كثير تعليقات يعني من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي انه تو ماتش للصراحه مش غلط انت مان زعبوطي بدك ساعتين شغل مكياج ويمشي حالك ايه جرب نزال جربه وهلا بشوفك بعد الحلقه اخر خبر بنصورها بنرجع بنحطها جمعة الجاي طيب خلينا نخبرك خبر انا لهلا صراحه تحت الصدمه لانه هو. كمان امبارح قريته لهيدا الخبر بعده طازه اكيد بتعرفوا لانتوني فاوتشي هذا اللي انتشر كثير وقت ايام كان يعني ياخذ ضجه يعني وقت ايام كورونا اللي هو بيكون مدير المعهد الوطني للامراض المعديه بالولايات المتحده الامريكيه فهلا رجع الى الواجهه من جديد رح اقول لك ليه خلينا نقرا مع المشاهدين شو هو شو تصريحاته شو اغلب تصريحاته عن الكورونا خلينا نقول انه قال صحيح شو هن هيدي التصريحات رح نقراهم سوا قال اجراءات كورونا هي خداع ليه قال فاوتشي خلال جائحة كورونا الاجراءات التباعد وضع بدون قصص علمية هيدي نقطة ثاني نقطة أضاف أن الإجراءات الاحترازية الكثيرة طبقت بشكل مفاجئ ولا يتذكر كيف ظهرت كيف هاي ما حدا بيعرف واعترف كمان انه ارتداء الاطفال الكمامات او غيابهم عن المدرسة ليس له سند علمي اوكي فاقولك نحن وقعنا بالغش لازم يصير في مناعة قطيع يعني قصده ايه بس هو قال انه ما استندوا على شيء علمي لحتى يكون في تباعد اجتماعي او نحط الكمامة ما في عدوى بالنفس في عدوى باللمس في عدوى بتاعي بس انه هيئته عم بيقول انه اكيد مفتعلي واكيد عم بيقول انه هذا كان لازم يصير في مناعة القطيع من الاول يمكن كان راح اقل بس انت هيك فجأة كورونا يعني في شيء في بعض الدول في اعتمدت منها. مناعة القطيع يعني بتصور ايطاليا اسبانيا بريطانيا بعد اصرت انه مناعة بس صار معنا كورونا نسينا شوي صار عنا نقص بالذاكرة نحن نسينا كثير خاصة بالفاكسين اللي اخذناها ما بيجي حدا بيسأل حكيم ايه عم بسمع كثير في شيء منه طبيعي الصراحة صار تذكرين باسمك؟ ربا ربا زميلنا جوزيف اخر خبر معنا محليا هلا في ثورة غضب بالشارع اللبناني دفعت ميكانيك ايه امبارح عن جد دفعت مليون ليرة ايه هيدي حق الفينيات بس ما اعطونا اياها انا مصر بدي اياها هيدي المليون ليرة فشخل اكفك انا جاي لتفشخل اكفك ايه فشخل ما انت هلا دقيتي على النقطة الحساسة انه امبارح احنا ندفعها على راسي انه دفعناها دفعنا الميكانيك ضرب 10 شو بتكلف سيارتك ضرب 10 بلس مليون ليره هاي المليون ليره حق الفينيات هيك هن قرروا يسموها لو سموها ضريبه كنت احترمتهم اكثر انه حق هيدي النايله تبع اخي اعطوني اياها رح يعطوك اياها الخميس هو بوفق معلومات الجديد الخميس رح تستلمها خليني خبرك ما بدي اياها يا اختي ما هلا بدك اياها لانك دفعت حقها بتحطها هيدي على زجاج السياره هيك اذا كان في حاجز ووقفوك بيعرفوا ان انت دافع ميكانيك معك لا انت معي او ضدي لا انا مع الدوله مع القانون ما بعرف ليه دائما بيعتبروني عميله للدوله بس عم نحكي عن جد هلا نحن اذا في حال عن جد ما عطوا هيدي الفينيات نحن طبعا بنحسبها مليون فينيات رح اقول لك هي كانت قبل بالسابق 8000 ليره ما كان حدا يحكي فيها 8000 ليره هلا شهر 10/2023 فرضت الهيئة بدل على هيدي الفينيات اللي صارت مليون ليرة طيب اوكي 8000 ليرة يعني 5 دولار فاصل 3 مزبوط 5 دولار فاصل 3 بيعملوا 500000 طيب هيدي راحت لصندوق الهيئة كان قبل تروح لوزارة المالية فخليني اقول انه هيدي الفينيات بالعادة البروسيدور اللي بتصير انه لما شركات التحويل انت بتروح تدفع عندهم بيبعتوا لشركة انكريبت انه هيدا الشخص دفع هيدا الرسم فصار فيك تعطينا انت اللاصقة الالكترونية فهي بدها اسبوعين لتعطيهم لتسلم لمون. ساعتها هون الشركات التحويل الاموال بتبعت لك اس ام اس انه تفضل تعال استلم هيدي اللاصقه خليني اقول شيء انت ليش هالقد نقزان لانه السنه الماضيه احنا ما دفعناها ليه لانه كان في مشاكل بين الدوله وشركه انكريبت ما بعرف اذا بتتذكر أيوة. قصه هلا حلوا المشاكل بيناتهم طلعت براس المواطن خليكم خناقين خي احسن فهيك لا يعني بحسب ما عرفنا معلومات الجديد بتاكد انه مفروض الخميس يستلموا شركات تحويل الاموال هيدي الفينات في حال قصروا ما سلموا ساعتها نحن ثلاثه الجاي بنقلهم بالمرصاد الثلاثه الجاي بالحلقه ضلك مذكره اكيد اذا في فينيات ولا ما في فينيات الخميس اليوم الثلاثه نحن صح اوكي انا امبارح دفعت ثلاثه او بتيجي جايبت لي اياها معك بايدك بدي اشوفها وعد جايبت لك بس انا بدي لكم شغله انه انتم حراميه